شكرا للشيخ سميرة لنشاط المهمة والحقائق التي أبرزها الزملاء بالذات الجلسة الثانية، لكن أريد أن أنبه لموضوع مهم وهو ما هو الإطار الذي يمكن فيه كل الأحداث الآن في مصر. نحن لسنا أمام حكومة عادية أو حكومة جاءت في الانتخابات كما يقولون وستذهب إلى الانتخابات. نحن أمام دولة تزيح دولة، نظام مختلف ضد الدولة المدنية المصرية التي تأسست منذ ولاية القرن التاسع عشر. وبالتالي أنا أشبه مصر الآن بالبلد المحتل، لأنه الاحتلال هو الإخراج عن السياق. النظام اللي فات كان فاسد، نعم، لكن كان ممكن إصلاحه بإجراءات مدنية على أساس الدولة المدنية. ما يحدث الآن ليس عملية إخوانة فقط، هو تغيير لطبيعة الدولة في مصر. ومصر الدولة فيها مهمة جدا. أنا لا أتحدث عن الإصلاح، أتحدث عن الدولة المصرية. ولذلك لن تكون هناك عدالة اجتماعية بأي درجة من الدرجة التي يجب تمكينها الآن هو مفهوم الإحسان، مش مفهوم العداء، مش مفهوم البرامج الاقتصادية الحديثة أو السياسات. لا، إن في عملية إحسان على شوية القطيع ده اللي اسمه الفقراء، والآخر هو تغطية هذا باسم الدين. الأمر الثالث وهو أخطر من أخطر أن المجموعة أو العشيرة التي تحكم الآن لا تؤمن بفكرة الوطن. أي تحقق للعدالة الاجتماعية للتقدم لابد يشترط لها الإيمان بفكرة الوطن. هؤلاء في الأيديولوجية الإخوانية يؤمنون بالأمة. فين هي الأمة دي؟ لا يمكن تحديد حدود ولا جغرافيا ولا الأمة، يعني حلم يوتوبيا في الهواء لم يتحقق حتى أيام دولة الخلافة نفسها. فنحن أمام وضع جديد في صراع بين طرفين، طرف الدولة المدنية التي كانت تمشي بمصر تضعف أحيانا وتقوى أحيانا، تفسد أحيانا وتصلح أحيانا، لكن الأرضية في كل الأحوال يمكن التعامل معها، وبين مفهوم جديد يجري تمكينه الآن بالدم. مصر الآن في عمليات اغتيال ممنهجة لأفضل شباب هذه الأمة. المشكلة إن مع هذا الإحلال أو هذا الاحتلال الجديد بتجري عملية أيضا تغيير ثقافة المصريين. من الذي أدرك ذلك في بواكيره؟ المرأة المصرية. المرأة المصرية هي التي تتحمل المسؤولية الآن أكثر من الرجال، بل أقول إني أملي في نساء مصر. يعني هذه حقيقة. لماذا؟ أنا سمعت رقم في الجلسة الأولى إن المرأة في مصر بتحتل 23% من سوق العمل، أنا أقول 90%. لماذا؟ لأنه أنا من الصعيد وتربيت في وسط شعبي فقير في الجمالية. اللي بيشيل المسؤولية الحقيقية بالأسرة هي المرأة. إحنا في كلمة يعني في كلمة في اللغة العامية يقولوا الست دي بتدبق كويس، هي اللي المسؤولة عن الأطفال، وهي اللي تستنى الإمام وهم راجعين من المدرسة بالأكل، تدبر لهم الأكل، الراجل بيرمي لها مبلغ وبعدين يمشي، وهي بتدبق الحياة كلها. الأهم إن المرأة المصرية هي التي تحمل ثقافة هذا الشعب، بتنقله من أيام إزيس لستنا مريم لغاية سيدة زينب. هذه الثقافة الآن مهددة، ولذلك
الوضع بصراحة وبدون أي تزييف أو تشبيه، في صراع بين طرفين، إما دولة مدنية تنهض بهذا البلد، وإما استمرار الحكم الحالي الذي لن يزعل. ما تصدقوش، مفيش انتخابات ولا في هؤلاء قالوا لكي يبقوا، وإما بقاء هذا الحكم وتدمير مصر وخروجها للتاريخ نهائيا. أنا آسف، أنا مش بحفظ خلق، لكن أنا بتكلم الحقيقة. إحنا في صراع بين طرفين لا زال. شكرا.